بهلا وقتها بصير نستقبل المعالجه النفسيه دانيا دبيبو. اهلا وسهلا فيك دانيا. يا هلا. اليوم بهالظروف اللي نحن عم نعيشها، كل الناس عايشه قلق واحباط وخوف، واوقات صار هيك في نوع من التروما حتى عند الناس اللي ما تعرضت لمشكله. مشان هيك اخترت اليوم انك تحكي عن موضوع التفاؤل والتشاؤم. اكيد كل وحده منهم تصبغ شخصيتنا بشيء، ويمكن بالظروف اللي عم نعيشها بيأثر اذا كنا متفائلين طبعا ام كنا متشائمين. صحيح، يعني مزبوط. التشاؤم ممكن يزيد كثير من حالتنا النفسيه. مزبوط، لانه شيء ما طبيعي، ما في غير، عم بتزيد علينا الشغلات. وفي ناس بيقولوا لي دانيا طب كيف بدي ضلني ايجابي، كيف بدي ضلني عم بتفائل؟ يعني كل ما نبلش هيك ناخذ نفس تجينا خبريه. سو اللي عم شوفه حوالي انا، يعني عم بيتقسموا الناس مثل هيك فئات، صاروا ناس عم بيضلوا هيك متفائلين عندهم هالتطلع لا الاشياء بدها تتحسن، وناس خلص ركبتهم السوداويه وعايشين تشاؤم لا مثيل له. يعني وفي ناس الفئة الثالثة هولي اللي واقعية عم بيكونوا عم بيقدروا يشوفوا الصورة الكاملة، ما عم ينكروا انه في اشياء كتير صعبة عم بتكون فيها ويمكن انه حنفوت بالحيط، بس كمان عم بيشوفوا انه لا بعد في كتير اشياء منيحة، عم بيتطلعوا بأمل على شو ممكن يصير. هلأ اذا منقارن المتفائل مع المتشائم انه هولي اتنيناتهم تحت نفس الضغوطات عايشين تقريبا، بس مين اللي مرتاح أكثر برأيك أنت؟ مين اللي عم بيكون أقوى؟ مين اللي عم بيقدر يتحمل؟ مين اللي عم تكون نفسيته أحسن؟ صحيح، المتفائل. إيه المتشائم كتير عم بمثل يعني حامل تقل وماشي ماشي كل الوقت، وهالسوداوية ما حتخليه يعيش مبسوط يعني أو يجرب يبسط حاله لأنه شايف كله أسود قدامه. صحيح. سو في مرات منقول خيار أنه عشو نضوي عشو نتطلع وعشو هالرؤية المستقبلية تكون عنا، يا ممكن نسودها وهون بيفقد الواحد يعني بالأمل أو أنه لشو بدي عيش إذا كله أسود هيك. وفي ضلوا عم بيقوي حاله ويعمل أحسن ما عنده بهيدي الظروف فعلا. بس قديش صعب كمان دانيا اذا هو شخص بتبعه متشائم، يعني متشائم بيشوف ببالغ بالقصص، بيشوف دائما القصص السلبيه، حتى بهيك اذا في يعني ضو صغير ما بيقدر يشوفه، قديش صعب تقولي له تفائل؟ صعب يقلب؟ صعب. ما هو بس انه في يعني بعلم النفس الايجابي قالوا انه الواحد ممكن يغير. هلا هي مثل ما قلتي بطبعه مرات الواحد بيطلع يا متفائل يا متشائم، وهيدي في عامل جيني لما عملوا دراسات يشوفوا التوائم المتطابقين، يعني بيقولوا 25% في عامل جيني لهيدا الواحد اللي عنده الرؤية الحلوة أو الرؤية السوداء، بس الباقي كله له علاقة بتجاربه السابقة للواحد، بطفولته كيف كبر، إذا حاسس بأمان أنه بالدنيا فيها أمان أو لا، وبالضغوطات الحالية اللي عم بعيشها والظروف الاجتماعية. فإيه بدنا نقول صعب الشغلة أنه الواحد يتفائل بكل هيدي الظروف، بده جهد كتير زيادة، بده تمرين برأيك هالموضوع؟ بده تمرين كتير، بده يعني كمان جهد وصبر، وبده يحاوط حاله بالناس اللي الرؤية تاعتهم شوي متفائلة، لأن تعدي يعني ممكن تعدي اكزاكتلي. هيدا المتشائم وين ما يروح بصير عم ببزلك الخوف انه انتبهوا ولا ما في امل والدنيا سوداء، هيدا كله بيعمل لك احباط. سو اذا بده يكون الواحد متفائل بده شوي يشوف الناس حواليه اللي عندهم اياها هيدي الرؤيه انه لا الامور حتصير احسن، ويمكن تصير أسوأ، بس خلينا نفكر بأحسن الاحتمالات. إذا منكون واقعية طيب ما هي ممكن تصير أحسن وممكن تصير أسوأ، ليه بدنا نضلنا ناخد بس الأسوأ أنه هيدا هو القدر المحتوم؟ صحيح. لا دايما بكل نهار بالرغم من كل اللي عم بيصير، اوقات كثير بنهار هيك جديد عم نعيشه اليوم بيصير شيء يعني حلو، بس المتشائم ما بيشوفه او ما بيقيمه فزيعة. ما بيعطي قيمه. بتعرف انت شكلك متفائله. متفائله انا لانه هيدي خصائص المتفائل، بفيق الصبح
يعني بيطلع بس على فنجان القهوة اللي بده يشربه انه ياي خي واخيرا ححط هالقهوة، بيكون عم بيطلع فيها هيدي كشغلة يا لطيف. هيدي يعني انه الواحد عم بيضوي بحياته على الاشياء الحلوة، الاشياء اللي ظابطة، وبيكون عنده هيدي النفسية الحلوة المتشائم من الصبح بفيق الله يجيرنا خير هاليوم. صحيح. الدولار 80,000 أكيد يلا وصلنا على الارتطام هلأ، بيقولوا لبنان عم يهوى هلأ. سو بس إمتى أي ساعة؟ سو كل تفكيره على إمتى بده يصير شيء غلط. سو فيك تتخيل قديه بيتعب هيدا، دي صعب عليه في حتى بيصير بيعيش مشاكل نفسية طبعا وصحية. وصحية ما هي ليه بيقولوا التفاؤل منيح بخفف لك الضغط النفسي. التشاؤم كتير مرتبط بمشاكل الاكتئاب والقلق. يعني كيف إذا بتعرفي واحد عنده اكتئاب بيكون نظرته عن حاله سوداوية سيئة سلبية، نظرته عن العالم حواليه كمان إنه سلبية، نظرته عن العالم وكيف عايش كمان سلبية. طب ما هيدي شو؟ هيدا تفكير المتشائم. بس الاكتئاب حالة مؤقتة يمكن الواحد يعيشها، اللي متشائم يعني إذا فات فيها مرحلة الاكتئاب تتفاقم كل الرؤية بتصير أقوى عليه. بس مش كل متشائم بصير معه اكتئاب. مشاكل القلق كمان شو هي؟ القلق دايما هيدي التوقعات المستقبلية انه يا لطيف ما بعرف شو حيصير، عندهم دايما أسوأ الاحتمالات عم بيفكروا فيها وشو ممكن يصير غلط عم بيفكروا فيه. هيدي نفس الشيء طريق التفكير المتشائم، دايما عم بيشوف لك شو ممكن يصير صعوبات، شو ممكن يصير سيء، بيتحسبوا له هن برأيهم هيك عم بيحموا حالهم. المتفائل بيقولوا لك محصن أكثر من مشاكل الاكتئاب ومشاكل القلق وبيعيش أسعد. فمنشان هيك دايما منشجع على التفاؤل، بس ما بدنا نزيدها. حكينا قبل على الإيجابية السامة، ما بدنا يكون عنا نكران لحقائق معينة. منشان هيك الواقعية الإيجابية الواقعية منيحة، هي التوازن. أيوة التوازن إنه نشوف الاثنين شو ظابط وشو احتمالات الخطر يعني أو شو ممكن يصير لحتى نتحسب له. وهيدي دايما اللي بيقولها المتشائم. المتشائم بيتمسخر على المتفائل إنه يا حرام شو بسيط، ما عارف الدنيا في كتير اشياء ما بيعرفها، بيحب المجازفة وعايش بلا لا لاند وانه ما عم بيتحسب للاشياء. بيتمسخروا اذا بيشوفوا حدا كتير متفائل، بيتمسخروا عليه انه طيب ليش ما عم بيتحسب للاشياء، بكره بس يصير اللي انا قلت لكم عنه بتشوفوا كيف حيصير عندكم خيبات امل كتير كبيره. ومزبوط هيدي بتصير، بس المتفائل اللي عنده هيدي النظرة انه لا الامور بدها تصير احسن، اذا صار الشيء الغلط بيرجع بيقول اوكي هيدي مرحلة مؤقتة خلينا نشوف هلا بنطلع منها، وبصير بيشتغل على الحلول لحتى يطلع من المطبات اللي عم بفوت فيها. صحيح. بينما المتشائم بيكون ناطر هالشيء وانبسط انه يعني احساسه ما شفته شو صار. انا داريا هون شو الفرق؟ يعني اكيد في فرق بين التفاؤل مثل ما قلتي واذا وصل يصير ايجابيه سامه يعني هون كارثه، وبين الشخص يلي مثل ما بنقول نحن هيك بالشعبي بكب ورا ظهره يعني ما بيقلق ما بيخاف ما بيعتقد هيدا متفائل ام شيء ثاني. هيدي براده يعني في ناس عندهم اياها بطبيعتهم هيك انه نقيض القلق بيكون انه شو القلق بيعمل بصير وافكاره كذا، هو لا بيكون عم بحط لك الاشياء عرفتي بحجمها الطبيعي. بيسالك دغري ليه عم بتفكري بالسيء؟ ما عليه بيكون في شيء حدث كبير صاير ما بيلقى حدا. ايه لا ليالهم هول اللي بيكونوا هيك يعني ما عم ببالغ. هلا في متفائلين ببالغوا بصيروا كثير، وهون مرات الخطر انه يعني لما ما عم بيشوفوا كل شيء، ما عم بيشوفوا الصورة واضحة، جد بصير عندهم خيبات أمل كبيرة مرات، ويعني بفوتوا بإشياء فيها مجازفة كتير إنه خلص إنه ما حيصير شيء، حيصير دايما الأحسن. فهيدا النقد عليهم مرات إنه
يعني كثير عندهم الاندفاع، بس بالميل الثاني لما بيعملوا دراسات على هيدا التوجه التفاؤل او التشاؤم بيلاحظوا انه المتفائل هو اللي بينجح اكثر بالحياه، لانه نظرته هل انه لا الامور حتصير احسن وانا حقدر ساوي، يعني بيكون عندهم هيدا الايمان بنفسهم انه انا بقدر انجح. اذا فشلوا اوكي بيرجعوا بيجربوا مره ثانيه، فبيضل عندهم هيدا الامل بيعطيهم كثير حافز يضلوا يكملوا. المتشائم هالرؤية السوداوية إنه الإشياء ما حتزبط، إذا كان إنسان بيآمن بالقدر إنه لا الإشياء مكتوبة علينا ما بيعود بيجرب ماجي يطلع من مشاكل مثلا، هيدي اللي بتفرقه بعكس المتشائم اللي بيآمن إنه نحن مخيرين. هيدا اللي بيآمن نحن مخيرين بيبقى عامل حسابات أحسن، يعني بيكون عم بيدرس الشغلات إنه أوكي إذا صار هيك أنا فيي أعمل هيك. في منهم متشائمين عندهم هيدي القدرة إنه لا يضلوا عم بياخدوا خطوات، هو اللي بينجحوا، بس مش اللي بيكون عندهم تفكيره إنه لا نحن مكتب لنا إنه الأسوأ مثلا، هو ما بيعودوا بيعملوا شيء بيربطهم هيدا التفكير بيربطهم، ما بيعودوا بيحاولوا يظهروا من اللي هن فيه. طبعا الكارثة اللي عم نعيشها هلأ دانيا على صعيد يعني الوطن العربي بسوريا بتركيا وكلنا انطلنا هالتروما يلي الرعب اللي عايشينه، حتى عنا يلي ما صار عنا شيء عايشين تروما، في ناس ما عم تنام، في ناس بعدها لهلأ يعني قلقانين. طيب هيدا اللي عاش تروما هونيك وحمد لله انقذ مثلا من بين الانقاض، هيدا بيفرق اذا شخصيته ايجابيه او سلبيه، متفائل او متشائم، بيتخطي هالشيء اللي عاشه بيساعده، بس لا شك بده وقت يطلع منه. ماجي ما سهله، ما سهل ابدا الواحد يكون يعيش، يعني خصوصا في عيال يعني تشرزمات صارت نصها موجود، يعني عن جد شيء كثير صعب. لا في حالات انسانيه كثير صعبه، بس بتقلك الابحاث انه ايه اللي عنده هالايمان انه الحمد لله وكتر خير الله، يعني في ناس بتكون راحت عائلتهم كلها صح وهن عم بيقولوا الحمد لله هي قضاء الله، هو اللي بيرتاحوا اكثر نفسيا، يعني حيقدروا يكملوا، عكس اللي يعني بيكون ما عندهم هالقيمة وخلص سودت الدنيا بحياتهم، هوني هولي معرضين لمشاكل اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والعيش بقلق، اللي ضروري بدهم مساندة نفسية. وهيدي كتير هلأ فيها الحمد لله في جمعيات كتير عم تهتم بهيدا الشق، لأن فعلا كارثة على صعيد كتير كبير، شو بدنا نلحق طبعا نلحق ندعم. هيدا العلاج الجماعي لازم يكون موجود بمنطقه المنطقه المنكوبه، وهيك بيصير مرات يعني حتى بتركيا بالزلازل قبل بالانفجارات بالمطارات، حكيت من زمان على علاج الصدمات الاي ام دي ار، هيدا بنعمله بمجموعات، يعني صاروا يروحوا هالمتخصصين يعملوا حلقات لمجموعات ليخففوا من وطئ هالصدمه طبعاً. اللي عاشوها كتار ليقدروا هالناس يرجعوا يقلعوا من بعدها وما يعيشوا هيدي السوداويه والكل اللي بيجي مع اضطراب ما بعد الصدمه ضروري. شكرا دانيا دبيب، وان شاء الله على امل يعني الايام المقبله تحملنا ايجابيه تكن نضلنا هيك نشوف الامور. فيني بس قول شغلي، يعني إذا الواحد هيك بده يشتغل على يكون إيجابي، بده بس هيك يجلس توقعاته ويتخيل حاله أنه أنا اليوم بدي بلش كون إيجابي أكتر، تخيل تلفزيون الجديد عم بيصوروا كل الوقت وانه عم بيراقبوا افكار وعم بيطلعوا هول الافكار، كيف يصير يسال حاله انا لو كنت انسان ايجابي كيف اكون عم فكر، كيف اكون عم بحكي مع غيري، بدها جهد يطول فيها شوي لحتى هيك بس يمرن نفسه ليكون اقوى، بس لحتى نكمل هالقطوعات اللي عم تقطع علينا فعلا 100%. شكرا دانيا، بشوفك الاربعاء الجاي بريك.